بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع خطبة اليوم: إلى القائمين بوظيفة الرسل. إلى القائمين بوظيفة الرسل. إن الحمد لله نحمده نستعينه نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وأزال به الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر المحجلين. معاشر الفضلاء، أخرج الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. أيها الإخوة الكرام، نحن بين يدي الدخول المدرسي، وكما ذكرت في الجمعة المنصرمة أن أبواب الإعداديات والثانويات والجامعات شرعت مستقبلة أبناءنا فلذات كبدنا، ولنخرج ونصنع جيلا صالحا صحيحا يضرب في الأرض صلاحا. لا بد أن تجتمع وأن تتضافر الجهود، ما نخليوش القضية على البيت بوحده ولا على المدرسة بوحدها ولا على الأستاذ بوحده ولا على الإعلام ولا على الشارع، خصنا نتعاون. أرجو أن لا يكون هذا الكلام كصيحة في واد أو نفخة في رمان، كونوا عاكا الحاجة كنخبروا. الأمر صعيب جدا. فذكرت في الجمعة المنصرمة ووجهت كلامي إلى التلاميذ وإلى آباء التلاميذ، وأعطيت مثال هشام بن عمار الوليد الذي رحل إلى المدينة ولقي مالك، وكانت عنده همة قوية جدا في طلب العلم، وكان عصاه. وماذا قال لمالك؟ ماذا قال لأستاذه وشيخه؟ زد في الضرب وزد في التحديد، ضربني ولكن أعطيني، أنا أقدر نتحمل ولكن ناخذ العلم. وش نبواه بهشام هو عمار كيف باع منزله بعد الضرب ديالو باش يقام يولدو، لأنه إذا صنع ولدا صالحا
ذر عليه الحسنات وهو في قبره. إلى ربا وانت تربيه مزيانه وخير عبار وخير في كل شيء، هذاك العداد ديال الحسنات ديالو ما يوقفش فيه. ملي يموت الاب ويمشي عند سيدي ربي تبقى الحسنات كتوصل ليه من جهه ولده، او ولد صالح يدعو له. وانا اليوم في هذه العجاله اوجه كلامي الى ابنائي وبناتي من المعلمين والاساتذه. لا اريد ان اعتلي المنبر عليهم، لا، مجرد توجيه. انا رجل مهنه، معلما كنت واستاذا، قضيت في 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 المجال 34 سنة. لا أدعي أني كنت في المستوى، ولكن كنا نحاول. فأنا أعرف المجال الميلان، هناك ضغوط كثيرة جدا، الاكتظاظ كاين 50 وزيادة في القسم، اكتظاظ كاين، قلة ذات اليد كاينة. يوم أن ولجت سلك التعليم 1979 قال لي أول معلم كان يدربني: هذه مهنة الفقراء، هذه مهنة الفقراء، تعليم ديال الفقير. يلا سيدي يخرج ولا ما يخرجش، أعلم الضغط، كاين ضغوط، أعلم قلة ذات اليد، أعلم المشاكل، هذا الشيء كنعرفه. ولكن الذي أريد أن أقول لك أيها الأخ الكريم ابن الأستاذ وأستاذتي، اللي بغيت نقول لكم رغم كل هذا، أنتم محظوظون ومحسودون. محسودون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويعمل بها، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انت ايها الاخ المدرس، ايتها البنت الاخت المدرسه، انتم تقومون بوظيفه الرسل ووظيفه الانبياء، احسن وظيفه. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ما كاينش شي وظيفه احسن من الوظيفة ديال تعليم الناس، من وظيفة إخراج الناس من الجهل إلى العلم. وظيفة كبيرة جدا وفيها مشقة، ولكن فيها أجر، أنا غنتكلم على الأجر ديالها. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وآخرهم كان معلما، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أقف هنية صغيرة جدا. قال أحد العلماء الكبار المالكية العلامة القرافي صاحب الفروق، هذا من كبار العلماء المالكية، قال كلمة جميلة، قال: لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا أصحابه لكفوه إثبات نبوته. شو بغي يقول لنا هذا العالم؟ بغي يقول لنا سيدنا محمد عندما بعث معلم، بعث إلى العرب، إلى العرب، كيف كانت العرب قبل البعثة النبوية؟ كيف كانوا؟ أمزجة متنافرة، قسوة، شدة، ما عندهمش ميزان، لا عدل، يأكل القوي الضعيف، السطو، يقتلون بناتهم
خشية العار، ويقتلون أولادهم خشية الفقر. غابة للأسود، فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم معلما فساسها بالإسلام. كيف أصبح الصحابة؟ كيفاش ولاو؟ وكيفاش كانوا؟ كيقول سيدنا عمر: والله ما كنا إلا بوالين على أعقابنا فأعزنا الله الإسلام. قال لي: كنا كانوا خوك نقولوا على رجلينا، ما كناش والو، فأعزنا الله الإسلام. فكيف أصبح هؤلاء الرجال بعد تعليمهم علموا سيدنا محمد كيفاش ولاو؟ ولاو سادة، ما بقاوش يقتلوا ولادهم، ما بقاوش يقتلوا بناتهم، ما بقاش الظلم. أصبحوا نجوما يهتدى بها في الظلمات الحوالي. شكون اللي غيرهم؟ غيروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. خير الله عز وجل زوجات النبي، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، سعود، طلبوه بالنفقة. يا رسول الله، شي ما قدناش، حنا بغينا نعيشوا مزيان. وجاهم التخيير: إلا بغيتوا النبي ها هو والدار الآخرة هي، بغيت الدنيا نعطيها لكم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الزوجات ديالو كيشاورهم، كانوا اختاروا. فبدأ بعائشة، قال: يا عائش، بقى صغيرة ما عرفاش، راه ربي سبحانه وتعالى خير، بغيتيني على هذا الحال اللي فيه أنا ديال العلم والزهد؟ مرحبا، بغيتي الحياة الدنيا الأخرى دبر راسك، ولكن استشيري أبويك كي بقى صغيرة، شاوري والديك. قالت: يا رسول الله، أفيك أستشير أبواه؟ أنت تسول عليك شي واحد؟ أنا بغيتك أنت كما أنت، لكن يا رسول الله، ما تقولش للأزواج الأخرين ديالك راني اخترتك أنت. مرأة مسكينة كتقول لها: علاش واحد تختار الآخر وتبعد منا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يبعثني معلفة شاهد، وإنما بعثني معلما ميسرا، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن العالم كله إلى الآن يشهد بإمامته صلى الله عليه وسلم في مجال التعليم. حتى الأعداء ديال اليوم كيشهدون أن محمد هو سيد المعلمين. معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم كيحكي لنا، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كنا كنصليو، فعطس رجل من القوم، واحد رجل عطس، فقلت له: يرحمك الله، وصل. قال هذا الصحابي: فرماني الناس بأبصارهم كيشوفوا فيه. سمع اسكت ديال اسكت. فقلت: واتكل أمي ياه، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ فأخذ الصحابة يضربون أفخاذهم يصمتونني، كيضربوا أفخاذهم ما بغاوش يتكلموا كيسكتوني. فلما انتهت الصلاة ناداني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، والذي نفسي بيده، ما رأيت أحدا قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. صحاب ما عمر شي واحد بحاله قبل منه ولا بعد منه كيعلم أحسن منه. الصحابة كيبغوا يضربوه رماني بأبصارهم. لكن لما انتهت الصلاة قال: ناداني النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما كهرني، أي نهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما دار لي حتى حاجة من شيء، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يا معاوية، هذه الصلاة هذه ما كنتكلموش فيها، إحنا دائما كنت كنت واحد الصلاة مع عجبنا لي. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. صافي، فضينا
فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. أيها الأستاذ، أيتها الأستاذ، أيها المعلم، أعيد فأقول إنك دخلت بابا عظيما اللي هو تعليم الناس، هو تعليم الناس، وأنت تنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس الخير. كاين مشاكل، كاين خلة ذات يد، كاين ضغوط، كاين كاين كاين، ولكن الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. عندما تدخل قسمك وتنفرد بأبنائك الآخرين ولذاتك هذو، وأنت أيتها الأخت المعلمة، البنت المعلمة، لما تدخل القسم ديالك وتنفرد بوليداتك وليدات أخرين هذو، استحضر هذا الحديث. أش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ديرها قدامك، انتبه أيها الأستاذ الكريم، أيها الأستاذة الكريمة، إن الله عز وجل وظف لكما العالم العلوية والعالم السفلي. كل شيء حاضر، كل شيء معك، انت في القسم ديالك ولا في الكتاب ديالك ولا في المدرسة ديالك ولا كذا، كل شيء خدام معك، خدام معك السماء وخدام معك الأرض. إن الله ربي سبحانه وتعالى يثني عليك في المغي الأعلى، يثني عليك، كيقول لهم شوفوا عبدي هو كيعلم. لا نبي بعد محمد ولكن بعده الورثة، انظروا إلى ورثة النبيين، ها هم يعلمون الناس فيثني عليك في الملأ الأعلى من الملائكة. أي ملائكة؟ أي ملائكة؟ إنهم حملة العرش، إنهم حملة العرش. أيها الأستاذ، أيتها الأستاذة، ربي سبحانه وتعالى يثني عليك، نشوفوا عبدي مع ما كيتكلم سيدي ربي، مع حملة العرش. إن الله وملائكته، بأي دليل أن هذه الملائكة المقصود بهم حملة العرش؟ بالدليل الآخر، إن الله وملائكته وأهل السماوات، ملائكة أخرى السماوات هي الأرضين. إذن خص الله عز وجل حملة العرش أولا، ثم عمم، كم هي السماوات؟ شحال متسعة؟ شحال عرضها؟ شحال طولها؟ شحال فيها من الملائكة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما بها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد لله تعالى. تقال السماء ثقيلة 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 بزاف، أطت، دارت واحد الصوت بالدخل ديالها جي الملائكة، هذه السماوات السبع كلها والملائكة كلها. أيها الأستاذ، أيتها الأستاذة، كتستغفر لك، كتقول سيدي ربي بالمعنى، يا ربي اغفر هذا العبد، اغفر ذنبه، فرج كربه، أبسط له في رزقه، وأنت بارك في القسم ديالك ما عارف والو، والملل أعلى خدام. إن الله وملائكته، قلت حملة العرش، وأهل السماوات والأراضين، كلهم الخلق ديال الأراضين كلهم، حتى النملة في جحرها، حتى الدواب اللي انت ما عارفه، أمم أخرى مالها، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت دواب البحر كلهم، ليصلون أي يستغفرون لمن؟ لمعلم الناس. خذها، خذها أيها المدرس، خذها أيها المعلم، خذها بشرى، خذها بشرى، تخفف، تخفف عنك طول طول الطريق، تخفف عنك ضغط الواقع، تخفف عنك اكتظاظ القسم، تخفف عنك مشاكل الإدارة، تخفف عنك ذهابك وإيابك،
تخفف عنك الشيء الكثير. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها حتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فأبشر بها أخي وإياك أن تتكاسل، فالله يوفقك، سأل الله تعالى أن يوفقك. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصا له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم، حديث كلنا نعرفه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. عداد حسناتك ينتهي ساعة موتك. ملي كيموت الإنسان انقطعت الأعمال ديالو. إلا واحد ثلاثة كانوا ينظرون في حياتهم إلى المستقبل البعيد. مشكلتنا أيها الإخوة الكرام، كل واحد فينا يفكر ويجهد نفسه في المستقبل القريب. كنا كنحاولوا نصوبوا مستقبلنا ديال التقاعد، إلا تقعد ورجلت إخواننا وأبناؤنا مسكن من رجال التعليم محلهم الآن التقاعد، مشكل ماشي مشكل. ولكن شوف مستقبلك أنت بعد التقاعد، شحال تعيش بعد التقاعد؟ الله أعلم، قليل. ما غتعيش بدك شي اللي 20 تقدام. ولكن فكر معي لما بعد التقاعد، عندما توضع في الحفرة وتقف العدادات، هذاك العداد كل الناس كتوقف فيه إلا واحد دار وحده ثلاثة، إما خلى صدقة جارية، وإما ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع. أنت أيها الأستاذ، أنت أيتها الأستاذة، قد جمعتما الخصال الثلاثة، جمعتيهم بثلاثة. خرجت يوما من القسم متعبا منهكا مصبوح، واحد ما خرجت عيان أربعة ديال الساعات متتاليات، وهذه الضغوط كانت ناهية. فشكوت حالي إلى أحد أصدقائي، أحد الأستاذ، قلت ليه: وأخي شنو نقول لك، لا حول ولا قوة، تهلك أربعة السوايع والدراري كذا، وأنت كتشكي عليه. قال لي: أنتهيت، ساليتي التسعينات. قال لي: أنا عندما أدخل القسمة وآخذ الطباشير بيدي وأكتب على السبورة بسم الله الرحمن الرحيم، أربط الخط مع الله. كان أربط الخط مع سيدي ربي، وكان عارف كل حاجة غادي مخلص عليها، فيهون ذلك عليه، فهون الرجل عليه. ماشي سهل. فأنت أيها الأخ الكريم أستاذ، عندك ثلاثة بثلاثة غتجمعهم: صدقة جارية، العلم صدقة، العلم صدقة. يقول العلماء: تعليم العلم هو أفضل من صلاة النافلة. إذا غتعلم الناس برك تعلم الناس، بلا ما تقول لهم غادي نصلي الضحى ولا غنصلي قيام الليل، ما تقومش الليل، علم الناس. تعليم العلم أفضل عند الله من صلاة النافلة، مش أي صلاة، النافلة. فبتعليمك أيها الأستاذ، أيها الأستاذة، هذا الجيل الذي ينتظر هؤلاء الضحايا، هذه صدقة كتنشرها، علم ينتفع به أنت فيه، ولد صالح يدعو له. اعلموا أيها الإخوة الكرام، كما يقول العلماء: الأولاد نوعان، الوليدات جوج الأولاد، أبناء حسيون وأبناء معنويون. الأبناء الحسيون هم الصلبيون اللي كتولدهم، ولدك اللي ولدتيه من صلبك هذا ولدك. ولكن هناك أولاد آخرون، شكون هما؟ الأولاد الذين تعلمهم. نحن الآن نترحم على مشايخنا أكثر مما نترحم على آبائنا. في المسجد كتاب ديال الشيخ كتقول: يرحمه الله،
قال الفلان يرحمه الله، قال الشيخ الفلاني رحمه الله، قال الشيخ الفلاني قدس الله روحه، قال الشيخ خلفه، فيترحم على شيخه بعض المرات أكثر مما يترحم على أبيه. أيها الأستاذ وأيتها الأستاذة، حزتم الخصال الثلاثة فعضوا عليها بالنواجذ. كلمة أخيرة أختي، ما تكلمش مع وليداتي وإخواني الأساتذة على التعليم، أنا هضرنا معهم، بغيت نزيد واحد الوحيدة أخرى ونختم. إن جيلنا اليوم ضاع بحت بالشمعة والقنديل على قدوة يقتدي بها، ما لقاش القدوة مسكة، قلت كم من مرة، فخرج هذا الجيل يبحث عن القدوة فيه في اللعاب، كيشوف اللعاب ديال الكرة ديال واحد التحسينة كيديرها، كيدير شي إشارة كيديرها، جامع التصاور ديالو، جامع كذا، البنية مسكينة ما لقاتش القدوة، فين مشات؟ الممثلة، مشات المغنية، مشات اللحن، ولا قوة إلا بالله، حنا محتاجين للقدوة. أقول لأبنائي وبناتي من رجال التعليم، الله يجازيكم بخير، كونوا قدوة لأبنائنا. القدوة، لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن. كل قدوة يا أخي الكريم، ما تعيش الوليدات، تعيش بموبة، وحتى إذا كنت مبتلى الله يعافيك بشيء كتدخين أو غيره ما تكمش قدام الدراري، وأنت يا البنت الأستاذة الله يجزك بخير كونوا قدوة للبنيات، راك يشوف فيك الأم الأخرى، من جنتي عريانة صدرك عالي وسقاك عالي عليني وكدير شي انفصال، أش غتقولي بالله مباشر للبنات؟ كونوا قدوة، فبقدوتكم كذلك الكلام الصامت هو القدوة، بقدوتكم يصلي عليكم الله عز وجل وملائكته أهل السماوات وأهل الأرض وحتى النملة وحتى الحوت يصلون عليكم، لأنكم ساعة أيدين تعلمون النشأ بسلوككم بأخلاقكم بصمتكم. وأخيرا أقول وفق الله إخواننا المعلمين والأساتذة لكل خير، اللهم وفقهم، هم الشعلة، هم الموجه، هم المربي، اللهم وفقهم وسددهم ويسر أمرهم ووسع لهم في أرزاقهم، إنك ولي ذلك القدر عليه. وصلوا وسلموا على البشير النذير سراج المنير صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عنا معهم، اللهم انصر دينك وكتابك سنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر أمير البلاد وملكها محمدا السادس، نصر تعز به الدين، اللهم هيئ الأمير بطالة خير تعينه على أمر دينه ودنياه، إنك ولي ذلك القادر عليه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.